ان شاء الله ان شاء الله. انت مش مثلت قبل كده يا احمد؟ في الحقيقه انا مثلت فيلم سهره، فيلم اسمه المرشد، مثلته مع بابا ومحمود الجندي وشريهان وسهره اسمها ملحمه كبريت عن الحرب، ومثلتها مع ماما سميه. وهتشترك دلوقتي مع بابا برضو في مسرحيه جديده؟ في الحقيقه بس دوري صغير يعني ما فيهوش كلام او اي حاجه زي كده. يعني بتعمل ايه دورك بالظبط؟ في الحقيقه يعني تنصهير بتخرم حاجه الانكل حسن حسني، فبتنزل منها ميه، فانا بكون معايا علبه فبجري وراها واعمل ميه كده. يعني انت عاجبك الدور ده ولا يعني ما ايه؟ عاجبني، وانا كمان عامله جاتو كادو كده. طب بس انا ملاحظه انك انت بتقول يعني ايه مع محمود الجندي ومع شريهان، انت بقى حسيت ان هم يعني مش طنط شريهان مثلا، مش انكل محمود، يعني كده حاسس انك انت خلاص بقيت نجم معاهم؟ زملاء يعني خلاص احنا بقينا يعني مثلا لو هما برا انكل محمود وطنط شريهان، بس هما لو بيمثلوا معايا زملاء يعني مثلا بابا فاروق بقول له يا روقة بقى يا روقة يعني ده عادي ده عادي. يعني بيدلعني بيدلعك ومفيش فرق يعني بدون تكليف كده. يعني كمان بعمله كزميل وكأب في اي فيلم بعمله معاه، او ان شاء الله تمثيليات ممكن اعملها معاه. ايه رايك فيه؟ في الحقيقة يعني هو ممثل مش بطال. مش بطال، ممكن يعني يبقى كويس في يوم الأيام. في الحقيقة طبعا ممكن يبقى نجم، يعني نجم قد الدنيا كمان كده. أجازة بتاخدهم فين؟ في الأجازة بيروحوا النادي، مشتركين في النادي الأهلي. لو في اسكندرية بيجوا اسكندرية. هم بيحبوا قوي أوتيلات، يروحوا ينزلوا البسين، فكل اسبوع تقريبا بيروح بيقضوا يوم او يومين في اوتيل، بينزلوا البسين. في النادي بتلعب رياضه؟ في الحقيقه انا ان شاء الله هشترك في الكوره، كره قدم. عشان انا كمان عايزه اطلع جون لمصر كمان. عظيم، ده انت يعني هواياتك او كتيره وامالك متنوعه وان شاء الله تحقق. كمان انا بحب الغنى. صحيح. لمين؟ للمغنيين اللي انا بحفظ اغانيهم. زي مين؟ زي مثلا انوشكا. اختار اغنيه حزينه يا احمد. في الحقيقه يعني انا بحب الاغاني دي، ساعات بحب الاغاني اللي بتفرح، وساعات بحب الاغاني اللي بتحزن، بس لما تكون كلماتها حلوه. يعني انت المفروض طفل ومرح وتحب المفروض الاغاني المرحه والظريفه، يعني نبعد عن الاغاني الحزينه. ساعات مثلا انا بحب الاغاني المرحه برضو، بس تكون كلامها حلو. في اغنيه بتقول عشان بحبك واخاف تغير بخبي عنك حاجات كتير، المفروض عشان هي بتحبه تقول له الصدق. فالاغنيه دي انا مش بحبها خالص. ده فيلسوف كمان ما شاء الله. يعني حضرتك بتتوقع له مستقبل فني كبير ولا بتحاول تبعده عن مجال الفن؟ بالعكس، انا شايف ان هو يعني شويه عنده اهتمامات زي ما حضرتك شايفها، بالغنى، اهتمامات بالمزيكا، اهتمامات بالرسم، اهتمامات بالتمثيل. هو في شرط اساسي جدا وهو عارفه، انا قايله له، ان الفنان اساسه الموهبه. اذا تنمت موهبته في اي من هذه المجالات فطبعا انا هساعده جدا، اذا لم تكتمل وتنضج موهبته في اي من هذه المجالات فاكيد هو هيسلك طريق اخر. بجانب الدراسه طبعا، الدراسه شيء اساسي. طبعا ده هو الاصل، الدراسه. بتروح مسرح؟ طبعا. مشاهد جيد للمسرحيات؟ متابع لها كلها؟ بالتاكيد. الكوميديه ولا اي نوعيه من نوعيات؟ اي نوعيه من نوعيات المسرح. تحب تشوف مين على المسرح؟ وكلهم يعني. احب اشوف عادل امام طبعا، احب اشوف سعيد صالح، احب اشوف سمير غانم على المسرح، احب اشوف فؤاد المهندس جدا على المسرح، كلهم تقريبا. احب اعرف رايك في كل واحد. عادل امام يعني لا شك انه ممثل جيد، يعني ولانه ممثل جيد يستطيع ان يضحكني وان يبكيني في آن واحد، وهذا الكلام بينطبق تماما على الاستاذ فؤاد المهندس. سعيد صالح خفيف الظل جدا،
وبنبسط منه جدا لما يغني، برغم ان صوت سعيد اجش الى انه في روح اداء ظريفه جدا، تعبير جيد جدا في الغناء، وخاصه ان هو مهتم جدا بالمساله دي وبيلحن ايضا. سمير غانم ممكن لا يحتاج لنص كوميدي، يعني الكوميديا تظهر منه، بتنبع من داخله وبتتقال منه واليه. يعني ممكن سمير غانم تحطيه فعلا على المسرح وقدام الناس يستطيع ان هو يؤلف نص مسرحي كوميدي كامل. ومن نجمات المسرح، ومن نجمات المسرح طبعا كلنا سعداء بعوده شويكار مع الاستاذ فؤاد المهندس في المسرحيه الجديده روحيات خطفت، وانا لسه ما شفتهاش بس ضروري هشوفها، لان انا سعيد جدا بان الاستاذ فؤاد ومدام شويكار يرجعوا تاني على المسرح يعيدوا الامجاد العظيمه اللي عملوها قبل كده. انا يومي لو ما كانش عند تصوير يعني بقوم الصبح قبل ميعاد التصوير بساعتين، لان انا باخد وقت كبير جدا في الحمام، وبنزل على ميعاد التصوير وبرجع على البيت. لو ما كانش عندي تصوير احب جدا اقوم من النوم براحتي وما اغسلش وشي يعني مش يبقى اول حاجه الحمام، لانه كل يوم اول حاجه الحمام. فاليوم اللي مبقاش عندي فيه شغل احب جدا ما يبقاش اول حاجه الحمام، يبقى اخر حاجه الحمام. السفر للخارج جدا طبعا. سافرت فين وفين؟ سافرت بلاد كتير، امريكا، اوروبا، استراليا، مالديف. دي يعني مش جديده شويه او هي مش من البلاد اللي مش من البلاد المعروفه يعني. انما هي بلد مجموعه جزر حوالي 1200 جزيره في جنوب الهند في المحيط الهندي، وهي 100% مسلمين، كل سكانها من المسلمين، ورئيس جمهوريتها تعلم في الازهر في مصر، واكبر جزيره فيها اللي هي العاصمه مالي حوالي 3 كيلو في 3 كيلو، دي اكبر جزيره هناك. هي مجموعه جزر صغيره جدا جدا، وهي جوها استوائي، يعني ممكن تعيشي الاربع فصول في نهار واحد. وبلد سياحي من الدرجه الاولى، برغم ان السياحه لسه ما يعني ما بدأتش تاخد عنفوانها فيها، إلى أنها أعتقد أنها لو اهتموا بالسياحة هناك هتبقى من أعظم البلدان السياحية في العالم. كانت زيارة حضرتك للمالديف زيارة سياحية ولا فنية؟ كانت زيارة فنية، لأنه كانت المالديف بتعمل أول فيلم ليهم، وكان بيخرجه الأستاذ محمد خان، وأنا اخترت كبطل من مصر للفيلم، وبقية الممثلين كلهم كانوا من مالديف. باقي الدول اللي حضرتك زرتها؟ استراليا من البلاد، استراليا من البلاد اللي انا حبيتها. بتختار البلاد البعيده يعني بلد حقيقي جميله، بالرغم ان عمرها مش كبير، انما بلد نظيفه جدا جدا، وسكانها طيبين قوي قوي قوي، و الخضرة يعني بلد فعلا نموذج للبلد، العمران فيها ممتاز جدا، الخضرة فيها هايلة، الجو فيها أكثر من ممتاز كمان. وزرت سوريا وزرت لبنان طبعا. في أمريكا زرت الاستوديوهات السينما في لوس أنجلوس، شيء بديع جدا. ديزني لاند، بتعرفي على عادات الناس وطباعهم، بتعرفي قيمة المصريين لدى هؤلاء الشعوب، ودي فايدة من الفوائد المهمة جدا، هم ازاي بيبصوا للمصريين، بيبصوا لمصر ازاي. والحقيقة من الحاجات اللي امتعتني جدا ان المصري بقاله صفة عالمية، عندما يتواجد في مكان فبيبقى موضع اهتمام شديد جدا. حضرتك بتحب تشوف ايه؟ على الفيديو يعني يمكن لان ظروفي ما بتسمحليش اني اروح السينما الا في العروض الخاصه، يعني اي عرض خاص انا بحرص ان اروح افلامي وافلام زملائي في العروض الخاصه، انما ما عدا هذا بحب اشوف كل فيلم.